طيب، مساء الخير يا جماعة. سعيد جدا إن نلتقي مرة كمان في لقاء من لقاءات نادي الكتاب. النهاردة هنعرض ونناقش رواية تاريخ السري لنعمان عبد الحافظ للكاتب محمد مستجد. هي أول مرة نناقش فيها رواية، كل المرات السابقة ناقشنا فيها كتب. وطبعا في فرق بين عرض الكتاب وعرض الرواية، وأنا مش عارف أعمل إيه الحقيقة عشان أبقى أمين يعني. بس أنا الأول هبدأ بإني أكلم عن محمد مستجاب كلمتين، وبعدين أحاول قدر جهدي يعني واستطاعتي إن أنا أتكلم عن الرواية زي ما أنا حسيت بيها وشفتها. محمد مستجاب أديب مصري، كتب قصة قصيرة وكتب رواية وكتب مقال أدبي. هو من مواليد 25 فبراير سنة 38، واتولد في مركز ديروت الشريف في أسيوط. مستجاب ما حصلش على قدر عالي من التعليم، بيقولوا أو يعني بيكتب عنه حاجات متفرقة إنه يعني توقف دراسيا بعد الحصول على الثانوية العامة. اشتغل في مهن مختلفة، منها مثلا كان عامل في السد العالي في أسوان، وكان بيعمل أعمال يدوية شاقة هناك. حب يلتحق بمعهد الفنون الجميلة بس ما كملش هناك، وبعدين سافر العراق اشتغل فترة هناك، وأنا مش عارف بالتفصيل إيه نوع الشغل اللي عمله هناك في العراق. بس بعد كده رجع مصر واشتغل في مجمع اللغة العربية، وفضل هناك لغاية لما طلع على المعاش وهو موظف في مجمع اللغة العربية، في مجمع اللغة العربية. أول أعماله الإبداعية كانت اتنشرت وكان عنده 31 سنة، كانت قصة قصيرة بعنوان الوصية 11، واتنشرت في مجلة الهلال. الكلام ده كان في أغسطس 69. وبعد كده استمر في كتابة مجموعة من القصص القصيرة، لكن أول رواية له كانت اللي احنا هنناقشها النهاردة، رواية التاريخ السري لنعمان عبد الحافظ. دي طلعت سنة 83، والحقيقة إنها لقت نجاح واحتفاء، وترجمت كمان للغات مختلفة، وخد عنها جائزة الدولة التشجيعية سنة 84. بعد كده سنة 84 برضه في نفس السنة طلعت له مجموعة قصصية الأولى المهمة جدا يعني، بتاعته ديروت الشريف. دي طبعا أتمنى إن أنتوا لو عجبكم مستجاب طبعا تقروها لأنها بديعة. وبعد كده عمل حاجات كتير وكتب مجموعات مختلفة، يعني ممكن أقول لكم منها أسماء القصص الأخرى، قصص قصيرة، وبعدين كتب قيام وانهيار آل مستجاب، وبعدين إنه الرابع من آل مستجاب، وبعدين كتب حاجة اسمها الحزن يميل للممازحة، وأنا متهيألي إن ده اسم يعني جميل جدا وممكن نشوفه في كتاباته برضه، يعني بيكتب حاجة تقيلة جدا لكن في نفس الوقت يبقى محفوظ بدرجة من السخرية اللاذعة والممازحة، وبيمازح القارئ معاه كمان، وأنا هتكلم عن الحكاية دي. وعمل حاجة اسمها كتب كمان اللهو الخفي، صدرت شهرين قبل وفاته على طول. هو كتب برضو مقالات واشتغل في مجلة العرب الكويتية، وجمع إنتاجه بعد كده في كتاب اسمه واحة العرب، وكان بيكتب زاوية ثابتة في صحيفة أخبار الأدب تحت عنوان بوابة جبر الخاطر. يعني كتب حاجات تانية كتير ممكن المهتم بمستجاب يرجع يقراها. هو توفى عن سن صغير نسبيا 67 سنة، بعد ما أصابه نوع من الفشل الكبدي، المرض التقليدي المصري للأسف. محمد مستجاب من جيل ناس كتير مهمين، صبري موسى 32، يحيى طارق عبد الله 38، بهاء طاهر 35، محمد البساطي 32، ورغد قالت برضو ابراهيم اصلان، وخيري شلبي غالبا برضو من نفس الجيل. فهم مجموعه مهمه جدا، كل واحد منهم كان له اسلوبه. الناس اللي اهتموا يكتبوا عن الصعيد هم اللي طلعوا من الصعيد بالتحديد، يعني انا يعني شايف يحيى طاهر عبد الله ومستجاب من ابرزهم،
لكن طبعا برضو محمد البساط كتب واهتم انه يكتب عن الصعيد. واضح ان الصعيد له تأثير مهم وقوي في حياة الناس اللي طالعة منه تبقى عايزة تعبر عنه. الكتاب اللي احنا هنناقشه من مطبعات الهيئة المصرية للكتاب في سلسلة مكتبة الأسرة سنة 2012، 95 صفحة من القطع الصغير، وتمن وقتها كان 2 جنيه. الكتاب 11 فصل، كل فصل بيحكي جزء من حياة نعمان عبد الحافظ بطل قصتنا بشكل تاريخي، وبيبدأ بفصل في المولد والنسب وينتهي بفصل في العرس. ده من ناحية يعني مستجاب. طبعا ممكن نتكلم عنه والناس قالت عنه إيه. إحنا كنا لسه قبل ما نبدأ التسجيل اتكلمنا عن الواقعية السحرية. أحاول أقول ده وأنا بتكلم عن الرواية نفسها بدل ما بقى يعني بتكلم يعني بشكل جاف عن الناس قالت إيه عنه من ناحية التحليل الأدبي يعني. فلكن أنا بقول أنا ما أعرفش لسه الواحد إزاي يقدم رواية يعني. ممكن الواحد يقول ممكن نحكي القصة مثلا، بس هل ده ينفع في رواية زي دي؟ لأن هي طبعا الرواية فيها قصة، لكن ما نقدرش خالص نقول إن القصة هي الرواية، بالذات في حاجة زي دي، في الرواية اللي في إيدنا دي بس. يعني حاولنا مثلا كده نختصر الحدوتة، هنقول إيه؟ هنقول نعمان شخص ممكن نعتبره نكرة، مولود في أدنى طبقات السلم الاجتماعي في مصر، أفقر مناطق الصعيد، أبوه كان حرامي ومات بعد ما عضه كلب، وأمه بتبيع ملوحة، وبعدين واحدة ست قالت إنها عايزة تكفله فأمه سابته هناك، فالست حاولت في أول ليلة تغتصبه فهرب، وبعدين رجع لأمه فطردته وهام شوية وراح اشتغل عند واحد حانوتي. بيكتشفه هناك في مشهد مهم انه مش متطهر، فبيتحايلوا على الندر اللي بيخليه يخلي امه مش عارفه تطهره، ويعني بيتحول لعمليه الطهاره لاحتفاليه ودراما. بيدفع ثمنها نعمان معاناه شويه، وبعد ما بيشفى بتقرر امه تتجوزه بعد ما تختار له العروسه، واتمام طقوس الدخله بيخلص الكتاب. هل ده نقدر نقول هو ده الكتاب؟ طبعا لا. اي حد قرا الكتاب عارف ان الحدوته اللي احنا حكيناها دي ملهاش دعوه بالكتاب، او اقصد اقول يعني مش هي ده، مش هو ده. الروايه اساسا هي عالم سحري، عالم خلق مستجاب وبياخدنا ليه، وهو عالم مربك لانه من ناحيه واقعي جدا بس كمان سريالي جدا وسحري جدا. ورواية زي ما رغد قالت من شوية قصيرة لكن طويلة، طويلة لأنها مليانة بالتفاصيل، وكل مجموعة من المشاهد فيها تنفع مش بس قصة لكن مجموعة من القصص. حكاوي جوه حكاوي وقصص جوه قصص، طبقات من الحكي. المدهش إن يعني من الحاجات اللي لفتت نظري إن نعمان نفسه غايب في المشاهد المختلفة. يعني لو لما نيجي نتأمل مشهد الست اللي راحت تتعالج بأنها تدفن نفسها في القبر مثلا، والطقوس اللي حوالين الموضوع ده، تفاصيل الموضوع لغاية لما خرجت وجريت وهربت، والمشهد المروع والمهم ده فين نعمان؟ نعمان من المشهد ده كله في الثانوي، في الحقيقة هو في الخلفية الحاجات بتحصل عليه، المشهد هو الأهم من نعمان نفسه. نفس الحكاية لما هنتكلم عن حكايته مع السيدة الجليلة والجميلة أيضا، المشهد ده بيحصل بيه وحواليه أكثر ما منه هو. حتى دراما الختان نفسها، النعمان في الخلفية، أبطال الحدث ناس تانيين، عبد الحميد عبد العزيز أبو أخو أحمد زي ما هو بيحكي، الناس التانية هي دي اللي بتمشي الأحداث وبتحصل عليها، ونعمان مفعول به في الحقيقة. ده بس عشان أأكد لكم على إننا يعني لازم نركز على عالم مستجاب السحري، مش على القصة ولا على الخطط. وأنا عايز قبل ما أتكلم أحكي لكم عن حاجة تانية الحقيقة، هي حكاية شخصية يعني مش حصلت لي أنا بمعنى إنها شخصية، بس ملهاش دعوة بالرواية يعني. هي أنا كان ليا 3 أصدقاء وما زالوا يعني أصدقاء أعزاء ليا، كنت أعرفهم من الكلية، وهم كانوا يعرفوا مستجاب، عرفوه بشكل شخصي إنهم كانوا مهتمين بالأدب عموما،
وشاءت الظروف ان هم عن طريق ناس معرفه فيتقابلوا معاه، وهو كان راجل لطيف وحبهم وحبوه، فكانوا بيروحوا يزوروه ويتكلموا معاه، والكلام ده كان في اوائل الثمانينات يعني. فكانوا بيروحوا له الحته اللي ساكن فيها، وعلى ما اذكر من كلام صديقي مصطفى اللي حكى لي القصه دي، كان ساكن في العمرانيه وقتها، وكان في حته فقيره جدا وبيت صغير وشقه كده، وكانوا بيمشوا جنب مصرف ومليان زباله، ويقعدوا هناك بقى يوصلوا له. فيعملوا ايه لما يقعدوا هناك؟ هيقعدوا بيتكلموا في الادب، يتكلموا في الفن، يقعدوا يسمعوا عنده موسيقى كلاسيك، كان عنده بيك اب عليه اسطوانات قديمه، وهو بيك اب كان قديم جدا. ومصطفى كان بيحكي لي وهو بيفتكر ازاي ان صوت الخرفشه بتاعت البيك اب يعني كانت اعلى من صوت المزيكا، وان هما كانوا بيتكلموا وهوهوت الكلاب وخناق الجيران كان في الخلفيه بيختلط بكلامهم ونقاشهم. فانا عايزكم تتخيلوا معايا المشهد ده، يعني موهبه مستجاب الجباره دي وهي عايشه جنب مصرف، نقاش الفن والجمال اللي بيتقال جنب مقلب زباله، وتخيلوا تشايكوفسكي مخرفش على خلفية كلب بيهوهو وخناقة جيران، والمشهد العبثي ده، العبثي الساخر المبكي المضحك ده، ما فرقش الحقيقة خيالي وأنا بقرأ الرواية. وحسيت إن في إيكوز من ده في قصة نعمان عبد الحافظ، وفي المشاهد اللي بيرسمها مستجاب هو بيحكي. المهم في الكتاب إن هو، وده من أسلوب بقى مستجاب، إنه بيبدأ وبينتهي بكلام عن أحداث تاريخية مهمة ومصيرية في حياة مصر أو حياة البشرية كلها، يعني كخلفية لأحداث حياة نعمان عبد الحافظ. فطبعا ده مهم لأنه مقصود، وبشكل أو بآخر هو زي مفتتح السيمفونية كده، بيحدد المقام وبيحدد النغمة اللي بتتكرر طول الوقت. فمستجاب في مفتتح الرواية بيكلمنا عن ميلاد نعمان، وبيربطه بصعود هتلر ولينين وستالين وتشامبرلين وإرهاصات الحرب العالمية الثانية بفظائعها وبجرائمها في حق الإنسانية. المشهد المهول ده أو البداية المهولة دي في نفس النفس بيربطها، وكأن الأحداث على نفس درجة الأهمية، بعمه محمد، مش محمد، محمد بكسر الميم والحاء، اللي كان بيزرع الحشيش وسط القطن وخرج من السجن، يعني بيحط المتقابلين دول مع بعض على طول. وبعدين في الهامش يقعد يتكلم على قصة تانية كأنها متزامنة مع هذا الحدث، بتحكي على جده وإزاي إنه لقى ساعة وجد مستجاب وما كان معرفش إنها ساعة، وبعدين يرجع يربط دي بقصة ساعة هارون رشيد العظيمة الفخيمة اللي بعتها شارلمان فبهروا بيها، واللي في النهاية شارلمان كسرها لأنهم قالوا له ده جواه أشباح وشياطين وكده. يعني مقابلات جوه مقابلات جوه بعضها بشكل ما مربكة لكن مهمة. طبعا عادة لما الكتاب بيربطوا أحداث سياسية بأحداث روايتهم، بيبقوا عايزين في الغالب في العام بالشكل التقليدي إنه بيربطوها بأحداث، إن الأحداث دي بتأثر بشكل أو بآخر على حياة الأبطال دي بشكل مباشر أو غير مباشر، بس بتحس بالربط ده. في حين هنا المهم والملفت للنظر والمثير للسخرية في نفس الوقت، إن هذه الأحداث العظيمة اللي هو بيتكلم عنها منفصلة تماما الانفصال عن أي حاجة بتحصل في بيروت الشريف ولا في حياة نعمان. يعني دول مش بس عالمين منفصلين، دول كأنهم مجرتين ما لهمش أي علاقة ببعض. فده برضو بيزيد الأمر إرباكا وسخرية، إن الأحداث بتحصل في بأشكال مش أشكال منفصلة خالص. مستجاب في كتابته بيعمل حاجتين، هو بيكتب بطريقتين، هو بيكتب أو بيمزج بين حاجتين، بيكتب بأسلوب كاتب الرواية، بيكتب بأسلوب المؤرخ الجاد اللي هو فعلا بيتتبع شخصية مهمة في التاريخ، ولازم يثبت اللي هو بيقوله كأنه بيتكلم عن هتلر أو تشيمبرلين أو ستالين مثلا، فبيحاول يجمع أدلة ووثائق. فبس بقى طبعا إنه بيتكلم عن نعمان عبد الحافظ، هتلاقيه مثلا يحط في الهامش يقول لك إيه، بيتكلم عن مولده وكده، وبعدين يروح حاطط الدباجة
في التقرير اللي كتبه المقدم طبيب محمد حسين لبيب رئيس القرعة العسكرية لإدارة الفرز في أسيوط 8/8/1962، أو في هامش تاني بيتكلم عن أبو عبد الحافظ، بعدين يقول لك إيه، وبمراجعة كتاب عبد الرحمن الرفعي عن ثورة 1919 لم يستدل على اسم عبد الحافظ خميس بين القتلى سواء في بيروت الشريف أو في بلاد الأخرى. لكن كمان مع الأسلوب ده اللي هو بيقول فينا بجيب وثائق وبدور وكده عشان أبقى يعني مؤرخ يعني جاد، بيمزج برضه بأسلوب المؤرخين العرب بقى، هم بيتكلموا عن الشخصيات التاريخية بتاعتنا اللي هو تاريخ شفاهي، اللي هو فلان حكى عن فلان عن فلان وروي عنه وقيل، وكلها حاجات وهمية وما هيش معروفة رأسها من رجليها، وما فيش أي حاجة ممكن تمسكها. والأهم كمان، أو من المهم مش الأهم بس، يعني من أحد الصفات لهذا النوع من الحكي والرواية، إنه بيمزج الحقيقة والخيال من غير أي مشكلة. فيقعد يقول لك إيه، البلد حاولت تعمل أبو نعمان عبد الحافظ ولي وتعمل له مقام، ورسموا عليه كذا كذا، ورسموا عليه جمل، وبعدين يقول لك كان يسمع صوته على مسافة 7 مدافع. أو إن فتحوا فلقوا اللي نبش قصة نعمان هول أو نمس، طبعا هو لازم يرجعنا تاني بس إيه، أو حكاية الناقة اللي أنجبت ديك لما يبقوا قاعدين بيتكلموا عند الست الجميلة والجليلة أيضا، وبعدين يبقوا بيحكوا عن كذا 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 ويقول لك الناقة التي أنجبت ديكا في الإيه؟ أو نعش أبو نعمان اللي ما رضيش يدفن والناس فضلت تمشي وراه. يعني هذه الأمور الخيالية اللي هي بيمزجها مع قصته، فهو بيكتب بطريقتين او بيحاول يكتب بالطريقتين دول في حكاياته عن نعمان، بيمزج بين الاسلوبين دول بنفس الدرجه من السخريه. هو بيستمر في هذا الاسلوب، بيتكلم بكل جديه بكل تبجيل عن كل تفصيله مهما كانت مغرقه في عبثيتها. مستجاب نفسه قال لصديقي مصطفى قاسم اللي انا حكيت لكم عنه انه في تناوله لقصه نعمان عبد الحافظ في جانب انه سياسي، وهو كان بيقول له انه كان بيقصد بدرجه ما انه يتريق على الطريقه اللي بنتكلم بيها على زعمائنا ونتكلم بيها عن الحكام بتوعنا وعن الصفات الخارقه اللي بنصبغها عليهم والمعاني المبطنه اللي بنستخرجها من تفاصيل حياتهم، في حين ان هم في الحقيقه نعمان عبد الحافظ. هم دول يعني، وده من بق مستجاب اكوردنج لصديقي يعني، او على حسب الصديق حكايته. وأنا رأيي إن ده برضه مهم إننا نحطه في الخلفية وإحنا بنحاول نقرأ ده. في سخرية طول الوقت من قيم القرية والمجتمع اللي عايش فيه نعمان. قصص مليئة بالبؤس، مليئة فعلا بؤس، البؤس في الحقيقة لو تأملنا تفاصيلها، وتكاد تخلو، أو بقى أنا أقدر أقول تخلو في الحقيقة من أي ملمح لمشاعر نبيلة من أي نوع. ما شفتش في القصة حب أو شجن أو حزن أو حياة بالمعنى ده. يعني حياة نعمان أو الحياة اللي نعمان لقى نفسه فيها في الحقيقة فقيرة، مش بس معدمة ماديا، هي كمان فقيرة ومعدمة من ناحية المشاعر. في الحقيقة كل سطر في الرواية بيوصف لنا مزيج من فقر وجهل وعبثية وعشوائية ونفاق وغلظة واستهانة تامة بالحياة وعنف، عنف كثير من العنف، كثير كثير من العنف. وانا عايز اركز على النقطه دي في الحياه، لان انا شخصيا شايف ان العنف عند مستجاب محتاج دراسه، محتاج يدرس ويتحلل. انا نفسي يبقى في حد عمل الحكايه دي عشان اقراه، لان انا بشوف ان هو بارع في انه يعمل تجليات العنف المختلفه بشكل معقد جدا. ومع ان الروايه دي ما هياش اكثر الاعمال تجسيدا للعنف لو قارناها بديروت الشريف مثلا بعد كده، لكن ده ما فيش سطر او صفحه الا لما بتخلل سطرها درجه ونوع وشكل من انواع. يعني مثلا خلينا نقرا دي لما بيتكلم عن نعمان، انه اجاد العوم في الخامسه والغطس في 7 وشهور، وفي الثامنه كان يمكنه ان يتسلل ليلا الى حقول الطماطم لينتزع ثمرها، وفي التاسعه شوفوا بقى بعد كل ده، وفي التاسعة استولى على جدي صغير وذبحه بصفيحة صادئة. يعني ما فيش حد لما يقشعر وهو بيقرا بس التفصيلة دي اللي دخلت في ظل إطار على اللي بيلعب وبيطلع ويتنطط وكده، وبعدين ياخد جدي صغير ويذبحه بصفيحة صادئة.
وتمكن من تسلق نصف نخلة، وبعدين بعديها على طول وحطم جمجمة كلب ميت. الإنجاز. وأشعل النار في البوص وغابة من نبات ديلوت. ده مجرد مثال. بعديها لسه بعديها بكم سطر، وفي العاشرة نقل كلاما أدى إلى ثلاث مشاجرات أسفرت عن بعض الكوارث الصغيرة، وأجاد لعب النحلة والحجلة، وأول كريه أن استلب رجلا ملابسه أثناء استبراده في الترعة، وتعرف على تجار الملوحة في عزبة شلآمي وديروت المحطة عند 10 سنين وعزبة الجحوش، وعاون على استدراج غريب إلى وكر في منعطف حيث قتل. ده نموذج، بس كل حاجة تانية أنا ممكن أدي مليون مثل. يعني القصة العباسية بتاعت أبو نعمان نفسه، هجره لمراته ومروحه وداد الغزية، وبعدين رجوعه وسرقاته والقرية نبذته. وبعدين بقى يحكي إن أحد الأعداء أوعز إلى كلب مسعور. شوفوا بقى المشهد ده، أوعز إلى كلب مسعور أن يهاجم ساق أبي نعمان، فتخلى الرجل عن صبره وتصارع مع الكلب جسدا لجسد، والشعب حولهما مجتمع ليضحك ويسخر مسرورا ومشجعا هائسا حتى سقط الاثنان فقيدا. يعني العنف اللي الناس كمان حتى بتحتفي بيه ده، حتى بقية القصة نفسها الراجل بيستشعر البلد بتتربص له، الست بتاخده عشان يموت، وبعدين بيموت في عشة من البوص الناشف اللي بيتولد فيها نعمان بعد كده. ففي زي ما بقول درجات من العنف، حتى بعد كده لما عملوا له المقام وبعدين اتنبش الجثة بالنمس أو الغول ده. يعني غير عنف القتل والدم وعنف الناس ضد الناس والناس ضد الحيوانات، والحيوانات ضد الحيوانات والحيوانات ضد الناس، في تجليات تانية للعنف مختلف. يعني مشهد إن في بيت السيدة الجميلة والجليلة أيضا، لما فضلوا يحدفوا النعمان لبعض من إيد لإيد، ده مشهد قاسي وفيه برضه عنف مستبطن ومعنوي، أو نقدر نقول مزيج من العنف والقسوة، زي قسوة الطبيعة في أسيوط في الغالب والصعيد. في قصص تانية كتير، يعني أنا جايب أمثلة بس متهيألي أنتوا خدتوا الفكرة، وأظن إن إحنا ممكن نبقى نتكلم في التفصيلة دي. يعني ما كانش عنف بالشكل الدموي المعنوي ده، ففي العنف أو القسوة اللي يعني زي الست اللي ماتت موتة أولى وبعدين قامت وأهلها سابوها وأملوها لما ماتت الموتة التانية، لغاية لما ماتت الموتة التانية بتاعتها. أو الشيخ ربيع بلال، مرسي بلال جاء ذكره في هامش عارض كده، إنه كان ما كانش الشيخ ده، كان صبي. شوفوا بقى القسوة، يعني كان صبي توقف نموه، فقد القدرة على الحركة والكلام، فبقت الناس تستخدمه كعجوبة، والستات تروح له عقيمات عشان يخلفه، وبعدين وضح أنه محدود الاستجابة فهجر ومات دون معجزة تذكر. يعني حتى مشهد السيدة الست اللي راحت تطلب الشفاء بأنها تدفن نفسها في قبر، يعني حتى الطقس التشافي ده اللي المفروض إنه يتعمل خالي من أي رحمة في الحقيقة، وأنا ما عنديش شك للحظة إن ده طقس حقيقي. يعني ما أعتقدش إن المستجاب ألف، أنا أعتقد إنه خده من بنات من مكانه اللي هو عايش فيه بالفعل. المهم يعني إن الفصل الأولاني بيخلص وكالعادة زي ما بدأ بالمشهد السياسي، فهو بيخلص وبيقول إن ده نعمان بيتولد في العشة البوص، وفي نفس الوقت ده موسوليني بيدك بوارج الحبشة. أنا عايز أقول في الحقيقة برضو حاجة خاصة بي أنا شخصيا. أنا يعني أول ما وصلت الحتة دي، ده ما حصلش ليا أول مرة أكتب الكتاب، بس لما قريته المرة دي عشان أناقش معاكم، يعني الحقيقة إن أنا أول ما قريت الحتة دي لقيتني بشوف هذا الحدث الجلل اللي إحنا بنتكلم عنه بتاع الحرب العالمية الثانية وموسوليني، أنا شفت فيه نفس العبث الحقيقة، ونفس العشوائية، ونفس العنف، ونفس النفاق اللي في القرية بتاعت الصعيد المصري برضه. يعني كأني شفت الموضوع فجأة بشكل مختلف. في حاجة تانية بتميز أسلوب مستجاب في الرواية
على قد ما انا اخدت بالي منه، يعني انه كان في اوقات كتير بياخد خطوه لورا كده وبعدين يبدا يلعبنا ويفكرنا انه بيالف كتاب وانه بيتسلى وان احنا معاه في اللعبه دي يعني. فيقول لك يعني ان في حد اتهمه، الكاتب اتهمه استجاب يعني انه ازاح ابو نعمان من الطريق علشان نعمان يفضل يتيم زي عظماء تانيين. وطبعا مش هقول يعني مفهوم هو يقصد مين، يعني كانوا يتامى وغيروا وجه التاريخ وكده، وقعد يقول لك ده مش حقيقي وكده من باب يعني السخرية. وبعدين بينهي الجزء ده بفقرة مدهشة وأنا بشوفها مؤثرة في الحقيقة كمان ومهمة كمان، لأن كل كلمة فيها بتوضح لنا حاجة عن رأي مستجاب في حياتنا. فعايز أقرأها لكم. بيقول إيه؟ كفيل أنا بحماية نعمان من الذئاب والمشايخ والحداءات والمرضى والسياسيين والثعابين والثقافة والأشباح والمدرسين ورجال الليل والبحر اليوسفي والعقارب، لكني قد أفشل في حمايته من أب على درجة لا بأس بها من الطيبة والصبر والخلق والنبل والمداهنة. ومرة كمان من أساليب مستجاب إنه بيقول إن نعمان أخفى عنه موضوع الختان ده وإنه لخبطه خالص، وإن مستجاب مؤلف الكتاب نفسه ما كانش مدرك للحقيقة. النوع ده من الملغية مع القراء أنا بشوفه مميز برضو في كتابات مستجاب. طبعا دراما الختان نفسها قصة في حد ذاتها يعني، وانا اظن ان هي ما فيش حد هيقرا الكتاب الا لما تفضل عالقه في ذهنه كل المشاهد دي. بس برضو انا شخصيا في الحقيقه ولتاني مره لما اقرا كده، لما قريت الكتاب لتاني مره بعد سنين طويله وانا بقراه، ويمكن عشان كلام اللي قاله مصطفى كمان عن كلامه مع مستجاب، لقيت ان انا بحس كده وهو بيتكلم عن بعظمة وبيتكلم بالألفاظ الشامخة دي عن عبد الحميد عبد العزيز أو أخوه أحمد دايما، وهو بيجيش أهل ديروط ويخليهم يشيلوا السلاح ويروحوا الأمشول عشان يستردوا كرامة ديروط، بينما نعمان اللي هو المعني بالأمر عمال ينزف وعمالين يشايلينه رايح جاي بيه، وبعدين يروحوا الأمشول وبعدين نفس الركب ده يرجع من غير ما يعمل أي حاجة بنفس الشموخ وبنفس العزة، ويفضل يتكلم عن العزة والكرامة والشرف. وفي الحقيقة أنا فكرني بالنكسة، عشان أبقى أمين يعني، فكرني بالنكسة وبكل نكسة سياسية وعربية، في دايما ناس بتنزف وفي دايما ناس بتشيل سلاح وتروح وبترجع ما بتعملش أي حاجة. وفي كلام عن الرأس المرفوعة، إنما النتيجة دم ومعاناة وصديد وألم. أنا ما عنديش إضافة الحقيقة أكتر من كده عن الكتاب. أنا استمتعت بيه للمرة الثانية وبشكركم إن أنتوا اديتوني الفرصة إن أنا أقراه وأقراه بعناية عشان أحاول أقدمه وأقدم لكم إحساسي بالاستجابة وبكتابه، وأتمنى إن يكون الكتاب عجبكم، ونفتح بقى الباب للمناقشة وأعرف آرائكم ونفسكم تقولوا إيه عنه. إيمان شكرا إنك رفعت إيدك، تفضلي. طيب أنا وأنت بتعرض الكتاب وملاحظاتك خطرت في بالي ملاحظة بس دلوقتي يعني ما كنتش محضراها، افتكرت فيها جدتي أم أمي. أعتقد أن أسلوب مستجاب في التأريخ، أو هو عامل الرواية كشكل تأريخي يعني، مش بس موضوع الرواية اللي هو الشفهية إنه نقل الروايات. أنت لما اتكلمت عن ربط الأحداث أو الوقائع المحلية بأحداث عالمية، فأعتقد هو ده نوع من التأريخ أساساً عند الصعيد والعرب بشكل عام يعني. حتى احنا عن نفسينا يعني، أنا أفتكر هي جدتي من أصول فلسطينية، لكن حتى في سيناء بنستخدم نفس الطريقة.
كانت تقول لي مثلا، يعني انا هديك مثالين بسيطين. ولما رحت اسوان نفس القصه ما زالت مستمره عند كبار السن، كانت تقول لي مثلا لما بتحكي لي، فاقول لها امتى ده جده؟ فتقول لي مثلا ايام ما الملك فؤاد مسك الحكم. لما كانت تقول عن، تخيل انها كانت ربط احداث بمثلا المستشار الالماني هيلمت شميت مثلا. فكانت تقول لي ايه، كانت ما كانت تعرفش تنطق اسمه كويس، فكانت تقول لي هرتش ميرتش، فقولها مين، فافضل وراها لغايه ما اعرف ان هو يعني. وهكذا يعني، هو الفكره انه دايما بيؤرخوا باحداث مهمه حتى على المستوى المحلي، يعني مش بس المستوى العالمي. يعني هو عندهم، هي فاكره احداث عالميه، سواء من الحرب العالميه، من في احداث مميزه مثلا محاصرة، لما هو ذكر عن الدبابات اللي حصرت في ميلاد يعني نعمان، الدبابات اللي حصرت، الدبابات الإنجليز اللي حصرت قصر عابدين مثلا، وبدأ يذكر أحداث زي هتلر وموسوليني، ويحاول يقرب إمتى بالضبط اتولد نعمان. هي دي كانت ده أسلوب شعبي متبع لتأريخ أحداثهم الحياتية. ما بيذكروش تواريخ بمعنى السنة والأيام، حتى في ميلادهم. يعني مثلا فلان ده اتولد إمتى، اتولد يربطوه نسبيا بعد موت فلان، وبين وبين فلان سنة، أيام ما حصلت حادثة كذا، أو بعد الحرب الفلانية بحول أو عام أو وهكذا. وهم عندهم الحول بيختلف عن العام، عن يعني ليهم بهذا الشكل. فأعتقد ده نوع من التأريخ شائع في، يعني وما زال أعتقد عند الكبار. يعني في لما رحت برضو الصعيد، كان لما كنت بزور طبعا بيوت أصحابي، كان الأهالي فعلا عندهم نفس التأريخ. تروح إدفو، دراو، كومومبو، هتلاقي الناس بتحكي، الناس الكبار بنفس الطريقة، سنة كذا لما حصل الحدث الفلاني، وتلاقي عندهم وعي ربط بأحداث عالمية وأحداث سياسية بينسبوا ليها أو بيؤرخوا أحداثهم هم، بالإضافة للأحداث، للمواسم الزراعية، للتقريب الشهري والموسمي يعني. فده دي ملاحظة افتكرتها يعني دلوقتي. في بس حاجة أخيرة، بس أنا مش عايزة أطول عشان في لا لا أكتر تفضل محاضرة. تفضل تفضل. طيب، في بالنسبة للأسماء، هي سمت الأم نعمان، هو كان بيحاول يقرب مين فيهم نعمان، لما ذكر كان لها ثلاث ذكور وسمتهم نعمان، فهو كان بيحاول يشوف هو رقم 2 ولا 3. دي كمان شائعة، لأنه كان الناس بتسمي لما تشوف الولد أو المولود ضعيف، فيسموا اللي بعده على اسمه، على أساس إنه خلاص ده هيموت، فمش هيفضل بقى هو رايح يعمل شهاداته خلاص يعني. ده كان مستمر لوقت قريب يعني. وأعتقد إن أنا يعني على الأقل في أقاربي أعرف حالتين أو ثلاثة بنفس الطريقة دي. وأبويا يعني مش هروح بعيد، أبويا اتعمل له شهادتين يعني. ولسه محتارين هو بين 50 ولا 51، مين فيهم الأصح يعني. فالحكاية دي فعلا يعني، أنا شايفة إن هو بيوثق لفترة أو لطريق لحياة اجتماعية ومصطلحات وثقافة، حتى وإن اندثرت فهي موثقة في روايته بشكل حلو يعني. وطبعا أكيد فيها أحداث مؤلمة، يمكن هو بينقل ألم من قرى الصعيد والقرى الأكثر فقرا في الرواية. وأعتقد يمكن كمان سواء مشهد العرس أو مشهد المشاهد الأخرى يعني، الختان وغيره، والفقر اللي بيواجهه، وقسوة الحياة اللي بتخليه عادي عنده إنه يذبح بالحديدة الصادقة، أو إنه يعني دي أنا أعتقد إن هو في يعني، لو ما هو ما هو ما بيشعرش وقتها بنفس اللي إحنا بنحسه دلوقتي. إحنا عشان يمكن عشنا حياة مدنية وما فيهاش القسوة،
لكن اتذكر يعني انا والدي من الحكاوي اللي كان بيحكيها كانوا ممكن يدفنوا الكلب وهو حي في الصحراء في سيناء، لان هم عندهم حسابات اخرى. يعني في قسوة الحياة الصحراوية كان ممكن، يعني هم كان عندهم كلب يعني صديق اوكي وبيتربى، لكن في حالات معينة مثلا وبيتعاملوا معاه عادي، لكن في حالات معينة زي الكلب اللي بيكون فيه سعار او كده، هم حتى عندهم مثلا الرصاصة اللي في البندقية بيحاولوا يحافظوا عليها لان هي مهمة ليهم في حالات كتير، فما فيش اسراف يعني. لكن في نفس الوقت هيقول لك طيب الدم اللي ممكن يطلع من الكلب، هو في ذلك الوقت يعني بفكر انه طب ما انا ممكن السعار ده ينتقل، وانا بحمي اللي بربيه الكم دجاجة والكم غنمة اللي انا، يعني هو فكر الحياة نفسها حياة تقشف، حياة صعبة، حياة قاسية، صراع على البقاء بمعنى آخر. حاليا تلاقي طبعا بعد، يعني هو كان بيحكي لي على طفولة الوالد، لكن بعد ما بعد كده طلع طبعا وبقى في القاهرة واللي الحياة تطورت، وبعد خلينا نقول بعد طبعا ثورة يوليو وبعد الحياة الاجتماعية بقت تصعد، في حتى الآن هو فضل يقول يعني جديه بحس بالألم والمشاعر طبعا مختلفة، هو لما بيرجع بالذاكرة بيقول يعني ربنا يسامحني وبيستغفر وبيتألم، لكن هو بيقول وقتها الحياة فعلا قاسية وصعبة، فأنت يعني ما بيبقاش عندك الحسابات أو اللي احنا بنشوفها دلوقتي أو المشاعر بالطريقة دي، عندك صراع بقاء فعلي يعني. طبعا شكرا. شكرا يا إيمان، أنا ما عنديش كفاية صدق كلامك، وزي ما أنا قلت يعني مثلا في قصة المشهد بتاع الست اللي بتدفن ده، أنا متأكد إنه مظبوط، وأنا إن هو بياخد فعلا من واقع الحياة، بس هي الفكرة إنه مش بيوثقه بس، هو بيستخدمه، يعني بيستخدمه دراميا في أعماله، ودي المهمة يعني اللي أنا عايز أقولها، وممكن يكون بيجسمه كمان. وده ممكن يبان في الرواية في حاجات تانية، يعني في قصة قصيرة كانت رغد فكرتني بيها امبارح، ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين، يعني توضح القسوة والعنف اللي بيتجاوز اللي انت بتوصفيه ده كمان، وانا اظن دي مشكلة مستجاب، يعني هو انا معترف بكل ده، بس انا اظن مستجاب رأيه ان ما يحدث في الصعيد مصر متجاوز التفسير اللي انت بتقوليه ده. ونرجع للنقطه دي يعني بعدين، بس انا متشكر جدا على اضافتك. يعني احب برضه اقول لك على حاجه تانيه، عزه مراتي يعني واحنا بنتكلم برضه على كده، حكيت لي حكايه ان كانت هي اشتغلت فتره في الفيوم في سيله وكده، وكانت قاعده مع الناس، فهي بتقول لي ازاي ان هم فعلا يبقوا بيحكوا حكايه عاديه جدا بتحصل كده، وبعدين يخش فيها جانب سحري مش معروف كده، ويكملوا عادي جدا، يعني مش عارف ايه وايه وكده، وراحت عند كده وبعدين طار، وراح تبقى هي قاعده بتقول طار ايه اللي طار ومين ازاي وطار. يعني الناس ممكن برضو يعني عندهم اسلوب بيمزج السريالي وغير الحقيقي بالحقيقه، حتى هم بيحكوا في حياتهم عاديه، فهو ما بيجيبش ما بيخترعش، لكن بيوظف كل ده، وده يعني عبقريته من وجهة نظري. طيب أنسان كنت رافع ايدك، انا مش فاكر طبعا بالترتيب يا جماعه، هناخد اللي قدامي بعد اذنكم، معلش انا اسف لو حد رفع ايده مساء قبل كده. الخير، مساء النور يا أنسان. والعرض جميل قوي قوي، يعني طريقة عرضك والنقط اللي اتكلمت فيها، يعني أنا شايفة إنك غطيت الرواية بشكل حلو قوي. بس أنا كان يعني في لما جيت قلت هو مفعول به في الرواية دي، يمكن أنا الحتة اللي أنا كنت عايزة أبدأ منها. يعني أنا شفت كاتب بيكتب سرد ورمزيات واسقاطات كتير اكتر ما هو بيحكي قصه. يعني انا شفت الرمزيه بتاعت الاحداث اللي بيقولها. برضو اشارتك لموضوع القسوه ده موجود فعلا في الريف، ان الاطفال بتتربى بالقسوه وبتمارس حاجات تبان ان هي يعني بالنسبه لهم هي عاديه، بس هي فعلا حاجات في منتهى القسوه، لان هو نفسه اتعامل بمنتهى القسوه. الشخصية اللي هو جايبها في الرواية هي فعلا شخصية ما يعني هي ملهاش دور،
هي زي كل الناس الفقراء البسيطة، هم مفعول بيهم، هم مجرد زي قطعة كده شطرنج بيحركها النظام العالمي وصراعات الدول والأفكار، حتى قرار الختان هو مفعول بيه فيه، يعني هو في النهاية لقى نفسه بيتاخد ويتعامل ضده عادة سيئة جدا وبتتسبب له في مشكلة، هو حتى مش قادر يرفض، مش قادر يهرب، هو خاضع تماما زي أغلب الفقراء والبسطاء للعادات والتقاليد اللي نفسها بتأذيهم. هو يعني أنا ساعات بسأل نفسي، هو ليه ما هربش؟ ليه استسلم لحاجة زي كده؟ هو الفكرة نفسها اللي مسيطرة على القرية كلها وهي بتتحرك، ما حدش بيقف مثلا وهو يعتبر نفسه هنا ضحية، هو مستسلم، هو عارف انه هيتألم وانه عارف انه هيتعذب، بس هو عارف انه لازم يخضع لده، وكأن ده يعني جزء من تكوينه، هو فاهم ان هو لازم هيخوض التجربة القاسية دي. القرية هي مش مهتمية بيه لذاته، هي بتبص اللي هي بتعلي القيم اللي هي كانت في وقتها، احنا الكبار واحنا اللي من حقنا يعني الحلاق، ومين يعمل ده ومين يعمل ده، ان في سبيل معاني معينه تبان سطحيه قوي، في ضحايا بتقع، في حروب بتقوم وناس بتموت على مستوى الحروب الكبيره، وعلى مستوى المجتمعات الصغيره في ناس بتدور على الشرف فكره الشرف، بمعنى حتى في زواجه فكره الشرف، وفكره ان انا قائد انا احنا اللي لينا اسمها المكانه الاجتماعيه، مش مهم مين هيدفع ثمن ده، مش مهم الالم المترتب على ده، مش مهم مين هو مش شايف المخلوق زي بالظبط الكلب اللي ذبحه هو بحس انه بيشوف الاذى اللي اتعمل فيه، بيعيد اسقاطه على الاضعف منه. انا بشوفها في الاطفال، لما يعني من خلال مثلا كلامي مع ناس، من خلال حاجات شفتها في حياتي، ان الطفل اللي اتعرض لقسوه عشان هو ضعيف وفي قسوه اتعملت ضده، هو بيمارس قسوه بوحشيه على يعني مش بعيد يكون شاف اللي هو بيذبح الكلب، يكون هو شاف حادثه حاجه من يعني الاطفال في وضعيه الختان دي، ممكن يكون شاف حاجه زي كده، ما هو شايف ان ذبح ان شاف حد بيقتل حد، المشاهد دي ودفن البنات، المشاهد دي وسط المجتمعات اللي زي دي اللي عندها شويه مفاهيم ملهاش معنى والناس متبنياها وليها ضحايا وكله بينفذها وبيروح لها كانهم مسحورين، يعني هم بيعملوها محدش بيسال انا رايح اعمل ده ليه، هم كلهم منقادين، احنا لازم نعمل ده، نعمل ده ليه؟ عشان في خرافة او في فكرة او في شيء من ورا ده احنا متصورين ان هو لازم، فهو لو وقفته كده طب انت ليه ما هربتش؟ انا ساعات سألت طب انت ليه ما هربتش؟ ما انت عشت هربان، ما هربتش ليه؟ انت استسلمت للقدر. هو القدر يعني الفكرة واصلة ان هي حتى جوه تصميم نعمان جزء من تكوين، يعني هو خلاص بقى لازم اخضع. بقى الحتة اللي لفتت نظري ان هو دلوقتي بحالته بوضعيته الصعبة دي المفروض يتعالج مش يتجوز. مصر في وقت ما سابت النظام الملكي كانت محتاجة حكم بديل أقوى، مش محتاجة واحد لسه هيجرب واحنا مش عارفين يعني لسه هنكتشف بيه، زي ما البلاد العربية كلها، لو احنا هنجرب في حد احنا بدل ما هنخده هو نعالجه، لا احنا بنجيبه يعني باللي هو فيه يبدأ حياة جديدة ويدفع ثمن الحياة دي ناس تانية، محدش بيسأل البنت دي هتكون مصيرها ايه، وهو نفسه هل هيقدر يعني بعد اللقطه اللي ساعدوه فيها زي بالظبط كده عبد الناصر او ايا كان الحاكم اللي بيكون موجود اتمهدت له السلطه والحكم هل هو بعد كده هل هو يعني احنا بنهيأ له ده وفرحانين والناس بره منتظره عشان برضه يعلو قيمه هي مش مفهومه، قيمه زي الحريه وحكم المصريين وحكم ان ابن البلد اللي يحكم والجيش الحاجات اللي احنا بنقعد الشعارات الجوفاء دي. ايوه وبعدين هل انت بتعمل ده ليه؟ انت كانسان عاد ده عليك بايه؟ محدش بيسال، هم كلهم مفعول بيهم، كلهم مفعول بيهم، كلهم خاضعين للا منطق، يعني العالم بيحارب ودول ولا حاجه، ودول بيتعرضوا لاذيه وبيتعرضوا وبيجروا، يعني امه بتجري من هنا لهنا عشان ايه؟ يعني هو وقفت تسال نفسها انا بجري من هنا عشان هي في فكره جوه دماغها متخيله، لكن هي لا هتاكل بيها ولا هتعيش بيها سعيده ولا هتقدر مثلا لو بتمر بحزمه محتاجه، هي ما بتسالش نفسها، هي برضو بتمشي اسمها القيم الجمعيه او القيم اللي بتحكم المجموعه او ايه الافكار او الوعي الجمعي ده بيقود لايه. ففي الفتره دي كان واضح ان الوعي الجمعي للمجتمعات اللي هي فقيره جدا مش هدفها الانسان خالص، الانسان
زي كده نعمان ولا حاجه، هو مفعول به، هو لا شيء. هي المعاني، المعاني بقى دي في النهايه بتعود على مين؟ ولا حاجه. يعني هي في النهايه انا شايفاها ان هي ولا حاجه، وعشان كده حياتهم جحيم ومعاناه والم، قاعد اسبوعين بيتعذب وبيتنقل من مكان لمكان وهو خاضع للالم تماما ومستسلم، زي حياه الفقراء والبسطاء اللي ممكن بحاجه بسيطه انه يرفض تتغير حياته، بس هو خاضع. ففي خضوع في الموضوع واضح جدا، خضوع وانسياق، دي صفات اعتقد المجتمعات برضو اللي هتفضل حالتها كده، ان الانسان فيها مش رقم واحد، هتفضل مفعول بيها، اللي هي الفكر الجمعي، الانسان مش مهم، يعني المهم ان انا العادات والتقاليد، يعني دايما لها علينا بقى الحاجات دي، وهو ده شكل المجتمع في الفتره اللي هو ارخ ليها، ودي شكل الحياه، وده بقى الانعكاس على شكل الانسان جوه الافكار دي والحياه دي. تمام، بالتالي الفكرة وضحت يا إنسان عندك، يعني أنا تمام فهمت. كده. شكرا تمام. جزيلا. شكرا لك. شكرا. شادي، طيب مساء الخير لكم جميعا. مساء الجمال. بشكرك أكمل على العرض الممتاز اللي عملته، اللي افتتحت بيه المناقشة النهاردة. يعني أنا زي ما قلت كده في الدردشة اللي قبل ما نبتدي التصوير، يعني أنا مش قوي في الأدب، يعني ماليش قراءات أدبية كتير، فأنا هتكلم عن انطباعاتي الخاصة وقراءتي الخاصة يعني للنص دوت. يعني فهو في الحقيقة هو يعني ميزة الأدب عموما، أو اللي بيفرق التناول الأدبي لفترة تاريخية معينة عن التناول اللي هو التاريخي المؤرخين المحترفين، ان الادب بيركز على الجزء الاجتماعي والجزء الـ يعني اللي هو كان بره الكادر التصوير. يعني دايما التاريخ هو تاريخ الملوك والساسة والانبياء والفلاسفة والرجال الدين وكده، يعني اللي هم دول اللي هم المتصدرين المشهد التاريخي. وطبعا الساسة والملوك هم اللي بيصيغوا التاريخ، يعني هم أكتر ناس متصدرة المشهد. يعني فهو اللي بيميز الأدب بقى عن إن هو بينزل الناس اللي هي بتستولي على المشهد التاريخي دوت، هي جزء يعني بسيط جدا، شريحة رقيقة جدا من المجتمع الإنساني. المجتمع الإنساني بأغلبيته تقريبا، يعني وده نقد بقى ظهر بعد كده في ما يسمى بمدرسة الحوليات، اللي هو التاريخ الشعبي، تاريخ الناس نفسها عاملة إزاي، غير التاريخ السياسي اللي هو الرواية دايما التاريخية مركزة عليه. فالادب هو بالنصوص بقى زي مستجاب ونصوص تانية كتير، والادب ما بي يعني التاريخ ما بيبقاش ليه معنى او اضافه، غير ان هو بيركز على الكم الخطير دوت، اللي هو بيشكل خلفيه المسرح وارضيتها والسما بتاع المسرح نفسها. فدي قيمه الروايه، يعني او قرايتي للروايه بتاعت النهارده. هو اصلا التاريخ السري، يعني احنا في العنوان الروايه نفسها بنتكلم كأن ايه، يعني نعمان حافظ ده شخصيه، اللي يقرا عنوان الروايه يعني اول انطباع يجي له التاريخ السري لنعمان حافظ ده بقى حد بقى قوي، بقى حد اثر جامد بقى وبتاع، وكان ليه جانب ظاهر وجانب مش ظاهر وبتاع. فبتبتدي السخريه من العنوان الروايه نفسها، إن هي بتتناول شخص عايش على قصة حياة شخص عايش على هامش الهامش، وفي نفس الوقت في واحد، يعني الرواية طبعا مكتوبة بصيغة الراوي العليم، لكن مش بالصيغة المعروفة يعني، لا ده هو داخل بيقدم نفسه كراوي عليم، وفي نفس الوقت بيقدم نفسه كمؤرخ، يعني ماسك شخصيا ان هو راجل واحد مؤرخ محترف،
وبيتقصى بقى حياة بقى نعمان حافظ دوت، اللي هو طبعا اللي هو المفروض ان احنا متخيلين ان هو حاجة يعني ليها دور مؤثر وكبير قوي، لكن هو واحد خصص، مؤرخ خصص وقته ومجهوده وبذل جزء كبير قوي من تقصي الروايات وبتاعه كده على شخصية هامشية جدا، يعني ما عملتش حاجة يعني بتاع. حتى أحداث الرواية احنا بنتكلم في واحد عايش في الطل وبيطارد عرس ومش عارف وايه ومشكلته، والحدثين الكبار او الحدث الاكبر في الروايه هي حادثه ختانه، يعني وازاي، وبعدين في الاخر بتنتهي بمشهد زفاف، يعني ما فيش حاجه عاديه جدا. الاحداث للروايه لو جينا بصينا لها كاحداث فهي عادية جدا جدا يعني، لكن هي النقطة بقى في هؤلاء، يعني رصد حياة هؤلاء وتسليط الضوء عليهم والكشف عن مجموعة الأفكار والمعتقدات اللي هي موجودة في المجتمع ومش ظاهرة، مش ظاهرة على شاشة التاريخ. فدي يعني قيمة الرواية الحقيقية. وبرضو يعني بتفكرني مثلا برواية زي العطر لباتريك سوكزيت، قريها برضو من فترة كده، فهي قريها برضو كان في نادي كتاب، فهو في حد قال يعني الرواية بتتكلم عن يعني رصدة كده فترة في بداية يعني القرن ال18 بتاع، فهو الناس لما بتقرأ الرواية بتكتشف ان الحياة في اوروبا، يعني الرواية بتبتدي بواحدة بتخلف واد، هي اصلا متعوده بتعمل علاقات وبتاع وكل شويه بتحمل، فكل ما بتخلف بتقتل ابنها عشان عايزه تكمل حياتها عادي بقى بتاع يعني. في الاخر في الروايه قصتها بقى الواد بقى اللي بترميه ده بتخلص منه وعايزه بتاع، بيعيش بيعاند وبيعيش، فبيكتشفوا كده ف بيقتلوها، ياخدوها يقولوا لها انت عماله بتقتلي عيالك وكده وكنت عايزه تقتلي دوت، بيقتلوها. فالروايه بتصور بقى يعني اوروبا اللي هي مرتبطه دايما في ذهننا بالحداثه والتقدم والحضاره، ازاي الاوضاع كانت فيها. فاحنا روايه نعمان حافظ برضو فيها الملمح دوت، يعني فيها وممكن دوت يخلينا نتعاطف مع اوضاعنا شويه يعني، او نقدر نفهم اوضاعنا ديت ان هي مش قدرنا، لا بالعكس، يعني المجتمعات التانيه كل المجتمعات مرت بالمراحل ديت، والجانب وسيطره جانب الفكر اللي هو اللاعقلاني والعبثي وكده، ويمكن دوت حتى في نقد اللي هو الفكر العلمي بقى ان هو جفف منابع الخيال عند الناس، يعني حياة الناس اللي هي اللي بيرصدها مستجاب هنا كانت حياة غنية قوي بالخيال، مع انهم ناس بسيط جدا، كانت حياة غنية بالخيال والتفاصيل والحاجات المثيرة. الحياة الحضارية العلمانية المنطقية يمكن في نقد انها أضفت نوع من الجفاف على حياة البشر، قتلت الخيال ده أو المساحة اللي كان بيتحرك فيها الخيال ديت براحته يعني وكده يعني. فدي مست يعني عايز أقول يعني إن هي ديت مستر روايه بتلقط المجتمع المصري، في بتاخده في لقطة معينة. المجتمعات عموما بقى بنكتشف في الحقيقة إن هو المجتمعات ما بتعملش نقلات في حياتها، لا بالطبقة ديت الطبقة اللي هي بتاعت نعمان حافظ، ولا بالطبقة اللي فوق الطبقة اللي هي الحاكمة اللي فوق اللي هي النخبة، النخبة اللي فوق دايما بيبقى ما بين الطبقتين، بيحصل في خلق الطبقة لطبقة أخرى بدون انتباه بشكل كامل ليها، هي ديت اللي بتعمل نقلات في تاريخ المجتمعات وبتعمل تحولات تاريخية. وهو دوت يمكن اللي حصل في بشكل او باخر في 23 يوليو، يعني 23 يوليو كان مع ان كانت الاوضاع في البلد منهاره وحريق القاهره وبتاع وكده، لكن حتى الانجليز اللي كانوا متابعين المجتمع المصري وعارفين الطبقه اللي هي العليا الحاكمه وتعاملوا معاها كتير وفاهمينها، وبعتوا المستشرقين اللي هو ادوارد لين بقى والناس ديت اللي درست الطبقات اللي هي اللي احنا شفناها في الروايه ديت،
فهم شايفين الطبقتين وفاكرين ان هم عارفين المجتمع المصري ودارسينه وفاهمين كل حاجه، فيلاقوا المفاجاه اللي حصلت في 23 يناير والحركه بقى السريعه، عزل الملك، وده خلاهم ما يعرفوش يتدخلوا في الموضوع بسرعه وكده والكلام دوت. فيمكن الطبقات الكادحه دي، او الطبقات اللي هي بتشكل الغالبيه العظمى من المجتمع ديت، موجود دايما وهي اللي لحم المجتمع وعظمه، لكن في الحقيقه مش هي اللي بتصنع التغيير. اللي بيصنع التغيير طبقه وسطى كده، او شريحه وسطى بتبتدي تتكون ما بين الارستقراطيه او النخبه العليا اللي هي محتكره للثروه، والناس اللي هي المعدمه تحت، هي دي اللي بتنقل المجتمع. وعشان كده هي دايما بتحاول بعد كده انها لما بتوصل للسلطه او بتعمل تغيير في المجتمع، انها تستدعي بقى الطبقات الفقيره والمهمشه دي، وبتحاول تعمل لها ادماج في المجتمع، عشان هي غرضها هي اصلا في حركه ثوره على المجتمع اللي فات. فلازم تعمل حراك طبقي او حراك اجتماعي يدمج فئات من البشر جديده في المجتمع وفي السلطه، عشان تحقق النموذج بتاعها الجديد يعني. تمام، بس ومش عايز اطول اكتر من كده. شكرا يا شادي، شكرا. نتاشا، نسمع رأيك في الرواية. مساء الفل عليكم. مساء الجمال. رواية حلوة جدا ووجعت الواحد في حاجات كتيرة قوي. أنا عايزة أقول لكم إنها مستمرة معانا لحد دلوقتي، مش بس كانت في الفترة دي، لا في حاجات قاعدة معانا. أنا هقول لك موقف، يعني في حكاية بيحكيها في الرواية لما نعمان الست جليلة خدته عشان خاطر هتتبناه هتاخده عندها، فالرجالة اللي عندها بيحدفوا لبعض. انا شفت المنظر ده مع بنتي واتخانقت مع عيال خالاتي واخويا، وبقوا مستغربين ان انا بتخانق وعامله ليه كده. يعني انت عندك طفل مرعوب وانتوا عمالين بتضحكوا على رعبه، حاجه غريبه جدا. يعني يعني في مشاهد كتيره جدا. تاني حاجه، فكره ان نجيب حد من مهمشين المهمشين ويدخل بيه الحكايه ويبدا بيه الحكايه ويربطه مع أحداث عالمية ومظاهرات عشان نجيب يرجع وحرب عالمية ومش عارف إيه، وأنت لو بصيت على الحكاية هتلاقيهم هم مالهمش علاقة خالص بالموضوع دوت. هو زي ما قالت إيمان، الجدود فعلا، أنا جدتي كانت بتقول كده، إنه كان ساعة مش عارف مين ما مسك، ساعة مش عارف مين ما حصل إيه هنا، تربطوها بأحداث سياسية. كمان حتى العلاج كمان بيوريك ان المهمشين دول ازاي متسابين تحت سيطرة رجال دين ومشايخ والندر والخرافات كتيرة قوي. انت كمان مشهد اللي هو بيحصل له الختان والقرية واسمه ايه الشريف اللي هو بيزعق ان المفروض يتعمل في قريته وبيضطر يوقف العملية. يعني مش مهم البني آدم، مش خلصه وخلاص وده ما يحصلش تاني، لا مش مهم البني آدم، وكأنك سامع صوت الدولة، المهم اللوائح تطبق مش مهم للبني آدم. في حاجة تانية بقى، أنا لاحظت استخدامه في الشهور القبطية مع السنة ها الميلادية، خدت بالي انا كمان. لأنهم طبعا إنهم ناس مزارعين، يعني الصعيد مزارعين، فهو بيتعامل بالشهور اللي هم بيتعاملوا بيها. يعني انا بصراحة اول مرة اقرا له، والرواية حلوة جدا جدا وفيها تفاصيل كتيرة، هي قصيرة بس الحكاوي والاحداث كتير كتير كتير، يعني لدرجة انها تحس انك طويلة واحيانا ترجع تاني عشان تحاول ترجع للحتة. كمان اسقاطاته على الحتة اللي هي برضو نفس الحتة بتاعت الختان دي، حتة قوية قوي خلتني بقيت موجوعة. يعني انه الناس بتتخانق، يعني اللي هم الكبارات بتوع هنا وهنا بيتخانقوا عشان خاطر ما يكملوش الختان، والناس بتأيدهم، يعني مش مهم الراجل ده هيموت ولا لا. يعني مش عارفة، كنت وكأن الدولة بتوصل رسالتها وطريقة تعاملها للناس
ما تعرفش بيوصل لهم ازاي، يعني انت ما تعرفش بتوصل ازاي. وحتى بقى الاسقاط بقى اللي هي على جمال عبد الناصر بقى، يعني انت البلد غرقانه في الجهل وفي الخرافه، وانت في حضرتك فاتح صدرك يعني، ولا ومش لا، واللي يموت يموت. كمان مشهد الست اللي هي جنب المستشفى وبتتخانق مع البواب بتاع المستشفى، وفي الاخر بتروح، يعني ده انه الدوله ملهاش دعوه بالناس دي، الناس دي ملهاش علاقه بالمواضيع دي، هي تحت ايدين المشايخ، هم اللي بيقولوا لهم تروحوا فين وتتعالجوا ازاي وتعملوا ازاي. وانا عايزه اقول لك انه في حاجات لحد دلوقتي موجوده، لحد دلوقتي ايوه فعلا، هو الموضوع فكره والست اللي بتدفن نفسها في البتاع عشان تتعالج، تقريبا دي كانت حاجه زي الصدفيه او هو مرض، هو مرض معروف بس انا مش فاكره اسمه بصراحه، زهايمر، معلش. بس كمان مستجاب بيقدم طريقة علمية للتحقيق في أما بتكون بتدور على شخصية، إنه إمتى تاخد برواية ده أو ما تاخدش برواية ده، لأنه بيربطها بإنه يعني هو بيربطها بالشاي، كانت بتشرب الشاي، طب هو الشاي كان إمتى؟ فدي طريقة عبقرية إنك تربط إنه إنت بتقول على ده إنه كان وكان وكان وكان، طيب هو في الوقت ده كان إيه اللي حصل؟ الناس كانت بتعمل إيه؟ فدي طريقة عبقرية يعني. وشكرا ليك يا أكمل على نعم. دايما بتمتعنا بروايات وحاجات كده، بصراحة أنا ما كنتش ببقى بقراهم يعني، جميل، فتخلتني كده هقرا له ما دي كتير أهم يعني. حاجة في نادي أنا الكتاب، عايزة أقول نجرب لك حاجات في جديدة. حاجات كتير عندي، بس أنا مش عايزة يعني، عايزة أشوف فرصة تانية لناس تانية تقول يعني. شكرا شكرا يا ليك يا نتاش، أمل، والسرد شكرا، بتاعك حلو قوي. عشت يا نتاش، ما تحبش مني. محمد، أنت قلت إن الكتاب عجبك، أنا متشوق أسمع عجبك إزاي وليه. مساء الخير عليكم. أهلا يا محمد. الكتاب رائع طبعا، انا اول مره يعني اقرا المستجاب، اول مره اسمع عنه اساسا. انا مش يعني مش عارف اسماء يعني كتاب كتير، وخصوصا في القصص والحاجات دي، بس يعني بصراحه كتاب شدني قوي. يعني انا ربطته بقى بايه، بالفكره بتاعت اللي احنا برضو شفناها في نادي الكتاب، بتاعت تاريخ الاصاميه والجربعه، اللي كان محمد نعيم بيقول فيها ان يعني في الغالب 90% من اهالينا واجدادنا كانوا في هذه الحاله الفقيره او قريبه منها يعني. فلا ده احنا كنا غلابه قوي يعني. النقله اللي اتنقلناها في، سواء في يعني في الكفر بالخرافات، او في يعني تغيير زي ما انت قلت كده يا اكمل، الناس كانت عنيفه، الناس كانت خاليه من المشاعر، الناس كانت ما عندهاش مشكلة إن هي يعني يبقى في أذية شديدة للأفراد والناس المهمشين في سبيل يعني حاجات كبيرة بالنسبة لهم، هم مش كبيرة في حد ذاتها يعني. السرد طبعا بتاع الكاتب يعني سرد يعني سبحان الله، يعني في مزيج كده من اللذة والمتعة، ويبقى يدي لك الجو بتاع كأنك قاعد فعلا على المصطبة في قرية بسيطة، وقاعد بتسمع أخبار ناس، اسماء ناس ورا ناس ورا ناس، وحكاوي وحكاوي وحكاوي، في الاخر انت ما تبقاش عارف هو يعني الحكاوي دي كلها هدف منها ايه. هم الناس فعلا بيحكوا بالشكل ده يعني. انا برضو بعمل كده يعني ريفليكشن على انا اهل مامتي من الغربيه، من قريه كده جنب طنطا يعني. كبارات البلد دول يعني المفروض ان هم بقى ايه، اتعلموا ومسكوا مناصب وبتاع، لما بيقعدوا يحكوا عن يعني ذكريات صباهم، بيبقى في حديث قريب من الموضوع ده، بيتباهوا بان هم مثلا كانوا بينصبوا على مش عارف الشيخ مين ولا الاستاذ مش عارف مين، ويضحكوا كلهم، وبعدين يتكلموا عن حاجه ويدخلوا فيها خرافه وكلهم مصدقينها. انا ما بقاش فاهم ازاي يعني يعني يحكوا عن حاجه ويقول لك ده مش عارف كان ايه، وبعدين ماشي ولقى واحد عنده مش عارف رجلين معيز وبتاع، ما حدش ينكر عن وهم بيتكلموا الحكايه دي، وكانهم بايه يعني بيقروا اشياء معينه يعني. يا ترى بقى هم مصدقينها ولا بيقدسوها نتيجه ان هي مثلا جايه من اشخاص عزيز عليهم، او يعني بتفكرهم بحاجه في الماضي، مش فاهم يعني. في حاجه غريبه كده حسيتها برضو في ايه، في السرد بتاع مستجاب، وبصراحه الكتاب لذيذ ويتقري يعني كذا مره يعني. وشكرا لك، شكرا العفو على يا محمد، تقديم ربنا الكتاب وعلى يخليك، ترشيح الكتاب. شكرا.
طيب احنا يا جماعة النهاردة مش كتير، احنا 9 و6 اتكلموا، ثلاثة ما كلموش، رغد ومها ومنى، فيعني بدعوهم لو حد عنده حاجة يحب يضيفها للي اتقال هيبقى يسعدنا يعني، فنحس انا كده اصلي كلمت كتير قوي قبل ما نسجل بس عندك حاجات تقوليها يا دودو؟ يعني انا طبعا بحب مستجاب جدا، فانا شهادتي مجروحه لان انا من عشاق مستجاب يعني، وانا عرفته بدري قوي وقريت له اول حاجه قريتها له كانت في المصور في تمنيات، هو كتب في كذا مجله منها المصور، وانا ابويا كان بيشتغل في دار الهلال فكانت بتجيلنا المصور دايما، فمن حسن حظي ان انا اول حاجه قريتها له قصه قصيره اسمها الجبرنة، ودي انا ذهلت، قصه بديعه وكانت مش شبه اي حاجه قريتها قبل كده، هي على فكره موجوده في مجموع دايروت الشريف. بتاعت أوصيكم باقتناء. ايوه برافو عليك، طبعا دي مش معقولة، دي فظيعة رهيبه. فظيعة. فطبعا دخلتي على مستجاب كانت دخلة قوية جدا بهرني، فابتديت استنى قصص قصيرة واقراها له، وبعدين قريت بقى نعمان عبد الحافظ وديروت الشريف طبعا، اللي هي اتس ماست يا جماعة، لازم كلكم تقروا ديروت الشريف، هي من مجموعة قصصية كلها في ديروت، الأحداث بتحصل في ديروت، ولو واحد انتوا بتقولوا يعني نعمان عبد الحافظ فيها عنف اقروا ديروت الشريف. وهو طب بقى انت عندك تعليق على يعني على موضوع العنف ده؟ يعني هل هو مجرد وصف ليه ولا في إدانة لا، ولا ده هو بيحكي زي ما بيحكي في نعمان عبد الحافظ اي مصيبه كده، لهجه يعني ايه سو ماتر اوف فاكتلي كده يعني، الستايل بتاعه في الحكايه في الحكي، وهو بيحكي عن حاجات رهيبه جدا جدا جدا. هتكلمهم عن القصه القصيره اللي انا وانت كنا بنتكلم عليها بتاعت احكي يا دودو، احكيها احكيها احكيها. ايه في ديروت الشريف، بتحصل برضو طبعا الاحداث زي كل القصص في المجموعة دي يعني، تحديدا بيحصل جريمة قتل وجثة بتترمي في مصرف، ولسبب ما يعني، والبوليس بيجي فعلا وبينزل الغطاس عشان يحاول ينتشل الجثة يلاقيها يعني في المصرف، فبيفضلوا يقطعوا مسافات، وطبعا أهل القرية ماشيين يعني، بيوصف المشهد يعني كده لحد ما بيروح عند سبوت تقريبا فوقها كوبري حاجة يعني، بتخلي إن التيار يحدف على جنب فتتحوش حاجات يعني، المفروض إنه ينزل الغطاس عشان يلاقي جثة، تفتكر بنت شابة حاجة كده يعني، المفروض أو راجل مش فاكرة يعني قوي طبيعة الجثة، بس ليها مواصفات، فنزل عشان يجيبها. بقية القصة بقى إن الغطاس كل ما ينزل يطلع جايب لهم عضو بشري، فهم يشوفوا مثلا خاتم أو يقولوا آه دي إيد فلان من فلان اللي اتقتل مش عارفة إيه، بعدين ينزل تاني يروح طالع برجل، عدد لا نهائي من الجثث بيتم انتشالها يعني، وهو ده موضوع القصة. فطبعا قصة صادمة جدا، وبيحكيها بنفس بقول لك النغمة اللي هي بيسرد أحداث يعني، طب انت والواقع على الناس وكده برضو حاجة مذهلة، التناقض ده يعني. أنا لدرجة إن أنا لما قريت القصة دي كنت صغيرة، فروحت البابا، لان انا ابويا من الصعيد بس ابويا من المنيا، بس هو اخذ 6 ابتدائي من الصعيد، كان والده توفى وحصل ظروف كده يعني رجعوا الصعيد، وبعدين رجعوا القاهره تاني، فهو اخذ كمان 6 ابتدائي من اسيوط. فبيقول لي لما بقول له خدت بقى القصه القصيره ورحت لبابا، قلت له يا بابا هو الصعيد كده فعلا؟ فقال لي بصي الصعيد مش صعيد واحد، ولكن أسيوط بالذات العنف فيها درجته عالية جدا. وهو بقى بابا كان عنده نظرية، بس طبعا نقد النظريات يعني ايه صعب إثباتها، هو كان رأيه إن الجغرافيا بتاعت أسيوط بتلعب دور، إن علشان النيل بيضيق في أسيوط والجبال قريبة قوي، جبال مطاريد المشهورة يعني معروفة، وده أنظر سبب يعني ممكن يزود كان العنف، إن كانت ملجأ للمطاريد يعني علشان الجبال، السهل ضيق والطبيعة قاسية، على عكس المنيا مثلا اللي النيل فيها بديع واسع واسع مهول، زي نيل أسوان كده لما راحش المنيا ما عداش عليها، زي الأسرة نفس التكوينات الصخرية اللي في النص،
والوادي واسع جدا، وده بابا بيقول مأثر على الطبيعة المنوية. انتوا عارفين المنوية تريقة الصعيد كله، بيقولوا عليهم وجه بحري، بيقولوا لهم انتوا مش صعايدة اصلا. ليه؟ علشان المنوية ناعمين، وحتى لكنتهم الصعيدي فيها مطة كده يعني، ايه بابا كان دايما يحكي لي عليها يعني، ويضحك انها ما تقولش ابدا انت متوقع صعيدي بقى وبشنباته كبير وطويل عريض هيقول اللهجه الصعيدي التقيله دي، فتلاقيهم ناعمين كده في كلامهم، وطبيعتهم اكثر يعني عموما ود ولطف، والعنف اقل. طبعا دلوقتي في جماعات اسلاميه وما اسلاميه، الوضع السياسي اتغير، لكن كطبيعه يعني المنطقه طبعا نظريه قويه لا يمكن اثباتها، ولكن النوع ده من الحاجات يعني لكن انا اظن ان بالتاكيد باين على مستجابه وعلى كتابته تاثير طفولته في تيروت الشريف وكم العنف اللي هو اكيد شاهده، والا يعني اكيد ده مش جاي من فراغ ابدا، فهو طبعا في نوع من التوثيق. وانا بستغرب في كل هذه الكم من القسوه انه عارف يبقى ساخر كده ويضحكني وكركع، يعني بجد مجرم جدا جدا يعني. الراجل اللي هو عبد الحميد عبد العزيز ده، اللي هو صاحبه وأخوه أحمد. او اخوه احمد، انا فرقعت في الضحك اول مره ذكره وكتبها وكده، وانا يعني ابتسمت، وبعدين لما جه ذكره تاني وكتب تاني قبل اخر صفحه على طول، اول ما جه ذكره تاني انه كان بيحطب في فرح، ففرح نعمان. او كان من الناس اللي هي العاديه، قال في ناس كانوا ممتازين وناس كانوا ضايعين وفي ناس يا دوب، فكان منهم الراجل ده اللي هو طول الوقت بيحسسك انه يا دوب فعلا، فذكر اسمه تاني وكتب او اخوه احمد. دي انا فرقعت في جدا يعني، اللي هو شخص ملوش اي بصمه، ملوش اي اهميه، ملوش اي ينفع يبقى هو او اي حد تاني، كل ما تجيب اسمه ظريفه كانت جدا. فانا كنت بقول ايه، انا سرحت لا، انت كنت بتتكلمي على اسلوب مستجاب يعني. انه بيعرف يضحكني، ولا لما كان بيتكلم على مستجاب على نعمان، وهو ازاي زي ما انت قلت في العاشره نجح اللي مش عارفه ايه، ويدي حاجات ما اعرفش ايه، وبعدين في خناقه كده زعل مع امه فضربته، كاتب بين قوسين ايه متجوزه كل طرق ايه اساليب التربيه الحديثه وبرحمك، وهو بيتكلم على عيل بيتكلم حتى على الأوتر. بنت، مش معقوله لك. فانا برضو في اللحظه دي فرقعت من ضحك، بقيت مش عارفه انا ازاي بضحك وانا ما عنديش دم، ولا راجل بيحكي مقاسي يعني، بس هو عارف يحافظ على اسلوب شديد السخريه الحقيقه رائع يعني. ف ده عن الحاجه بس اللي انا كنت عايزه اقولها، ان انا برشح للناس جدا تيروت الشريف، وان مستجاب يعني هو مازج ما بين اساليب مختلفه، وانه على الرغم من السخرية دي إلا إنه مش عارفة أوصفها لك إزاي، بذيء، مع إن كتابته مش بذيئة لا يعني. أنت اشرح ازاي الحتة دي، معلش يعني هي أنا لخبطة. طول الوقت مع إنه ما بيستخدمش أي ألفاظ يعني، هو بيكتب بيكتب عربية رصينة كيف جدا. ما بيتكلمش بالعامية، بس في فولجاريتي about فلغاريتي. everything، vulgarity about everything that's going on. وارجع اقرا تاني، هو ما قالش حاجه بس انا حاسه باشمئزاز، لان الموضوع كل الاحداث بتفاصيلها، من ست المقروحه اللي دفنت روحها في المقابر، للختان بيقلب بصديد ودم والام عشان في مشهد عبثي، لعرس بتتمارس فيه عنف مع العرف يعني، كل تفصيله في وصفه مهوله جدا، فكل الاحداث بذيئه جدا شديد البذاءه يعني، وده بقراه في كل سطر وكل حرف، ولما ارجع اقول هو قال ايه، الاقي الراجل محافظ على لغه رصينه زي ما انت بتقول، فهو مبهر الحقيقه في انه يعرف يعيشك حاله في عالم كده، وسخر كل ادواته لده، ومعايا انا على الاقل بينجح يعني. وانا لسه مصممه على ان مستجاب ما خدش حقه في وقته، حتى لو قلت لي خد جايزه ما اعرفش ايه، ده كاتب كبير يا جماعه. ايوه، لا لا، انا معك، انا معك يا عمر. طيب، جميل، خلاص. حاجة تانية، حاب يقول حاجة تانية او يضيف حاجة؟ لان اعتقد يا رغد ابنه كمان اديب ولا ما ابنه وصل؟ كاتب، بس انا ما اعرفش قد ايه هو مجيد يعني، لكن هو فعلا ابنه يعتبر يعني كاتب. انا ما قلتلوش حاجة الحقيقة، وان كنت اهتم اقرا له طبعا الحقيقة.
من الحاجات اللطيفة اللي مصطفى حكاها لي يعني برضو، إن هما لما كانوا مع مستجاب وكده، إنه كان بيقول بيسأله يعني على رأي مراته في الأدب اللي هو بيكتبه، فبص لهم كده قال لهم مراتي ما تعرفش إن أنا بكتب أدب، قال لهم ما تعرفش خالص إن أنا بعمل إيه. طيب لو ما حدش عنده انا حاجة انا عايزه اقول حاجه، اتفضلي يا نتاشا. انا عايزه اقول بقى يعني شويه نقد كده انخد يا جميل. للكتاب. انه اولا مشوه الصعيد جدا 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 يعني بصراحه، يعني مش جايب حتى شخصيه واحده عليها الطلب يعني، فدي برضو حاجه غريبه قد كده. هو شايف الصعيد من زاويه واحده بس. هو كمان رصده مش جايب ولا حد، تأثير مدرس، تأثير محامي، تأثير طبيب حتى امتياز، ولا ما فيش حد، مش جايب تأثير حد في الموضوع في الليلة دي كلها يعني، غريبة قوي يعني. وكأن السعيد ما كانش فيه متعلمين يعني، مع انه بيتكلم في فترة كان في ناس كتير قوي طلعت شعراء وكتاب وناس تقيلة يعني. بس هو بالنسبة ان هو ممكن جايب نعمان دي شخصية يخش بيها على المجتمع دوت، انه يرصد تاريخ شعبي، فماشي يعني. بس كمان الخرافة يعني متأصلة 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 قوي يعني، باينة قوي باينة قوي في ال... أنا مش عارفة بصراحة أسميه كتاب ولا أسميه رواية يعني. هو كل عنوان في الكتاب دوت بصراحة يتعمل منه مسرحية، فيلم، المسرحية إيه، صحيح. لا لا يتعمل منه مبالغات فيلم، طبعا طبعا يتعمل منه فيلم لوحدها يعني. صحيح صحيح. بيوريك كمان إنه الناس ديت رغم الأحداث العالمية اللي عمالة تحصل، هما بكده بيذكروها كده لما يبقى عايزين يفتكروا ميلاد حد، وفاة حد، بس هي ده هو ده علاقتهم بيها يعني، ملهاش تأثير عليهم ولا على حياتهم، ولا هي حياتهم ماشية بده من غير ده يعني، هي ماشية حياتهم ملهاش دعوة يعني، فاهم؟ صح يا بس نتاشا، انت برضو عارفه بالظبط اللي انت بتقوليه ده زي ما اكمل قاله في الاول، ان عاده الكاتب لما بيرصد بيحكي عن الاحداث السياسيه اللي في الباك جراوند اللي بتحصل، زي ما نجيب محفوظ دايما ما كان بيعمل في الثلاثيه كمثال مثلا او كده، دايما بتبقى دريان الوضع السياسي وايه الاحداث السياسيه الكبرى اللي بتحصل، بينما الاحداث دي بتاعت القصه بتحصل وبتشوف ازاي التداخل والتاثير وكده. بينما رصد نعمان عبد الحافظ طول الوقت الأحداث التاريخية عشان يبين الانفصال الهائل بين عالمين ما لهمش علاقة ببعض، إن الأحداث بتحسب ولا مؤثرة في أي حاجة. لا ما فيش بثلاث تعريفة أنا حتى متفق مع يعني. رغدة تماما في ودي المناقشة. مفارقة، ما فيش كاتب عملها يعني صحيح بيذكرها مخصوص عشان يبين قد هي insignificant. مظبوط. بس هي الفكرة برضو اللي أنا عايزة أقولها، أنت خدتيها برضو من على الثاني. لو حبينا نقول مستجاب مع نجيب محفوظ، الاثنين بيرصدوا برضو تاريخ شعبي برضو. لا يمكن نجيب محفوظ شوية بيجيب لك طبعا تأثير الأحداث السياسية على الناس، زي في الثلاثية مثلا هو بيجيب لك إنه ابنه مات ودخل مع الناس اللي كانت بتعمل مظاهرات ضد الإنجليز وكده. لكن لو حاولنا نشوف طريقة نجيب محفوظ وطريقة مستجاب لا يعني، دول أنا عالمين ما بحاول لهمش كده علاقة ببعض خالص يعني في تفكيرهم، أتخيلها يعني، ما لهمش علاقة تفتكر؟ ببعض. لا لا خالص خالص ما لهمش يعني تقديري يعني ما أعتقد لهمش علاقة ببعض. اللي ممكن عارف نعمل معاه ده ايه؟ عادل عصمت. يمكن يمكن صح، انا رأيي ان عادل عصمت الوصايا. محفوظي شوية، ولو انه ده بيتكلم عن الريف ومحفوظي مديني تماما، محفوظ مديني 100% يعني، ولم يتناول يعني الريف على حد علمي خالص يعني. انما يعني مستجاب بيتكلم، عادل عصمت بيتكلم عن الريف في الوصايا، وبس هو في حاجه في ادبه بتفكرني بمحفوظ. صح، اظن ايوه هي دي النقطة اللي انا عايزة اقولها، ان انا انا مش حسيت فيه مستجاب، ان في نجيب محفوظ مش مستجاب، عادل مش عادل مستجاب. عصمت، لكن لا انا مستجاب حسيت مع مستجاب.
يعني مع الادب اصل التذوق في الاخر انتاج. انا عايز اسمع مها بعد اذنكم عشان هي ما كلمتش ورفعت ايدها، فانا مبسوط يعني ان نسمع مها كمان. اتكلم. اتفضلي يا مها. تسلم. انا بس هقول ملاحظات واحده ورا التانيه عشان اللي خطر في بالي. رغد بتقول ان هو ما تقيمش، هو خد اول جايزه سنه 83 اللي هي جايزه الدوله التشجيعيه على اول عمل ليه، وكان لازم يتبني عليه. معرفش هل تاثير اللي بيتقال عليه جيل التسعينيات بعد كده طغى على الناس اللي قبليهم، يعني الناس اللي أصغر منه ابتدوا يظهروا طغى على إنجاز ده حاجة. عايزة أنا بقول حاجات مش مترابطة. إيمان قالت على حكاية تسجيل المواليد، أنا ما فهمتش أو ما استغربت هل ده إزاي بيحصل إن هم يسموا اتنين بنفس الاسم في العيلة، والحكومة اللي هي المفروض في النهاية في حد بيسجل النفوس وتبر، يعني مفيش حكومة مفيش في القرية، هل إزاي ممكن يحصل؟ لأنه أنا أعرف إنه لما الواحد يموت طفل يموت أهاليه يسموا الاسم الطفل اللي وراه، ودي قصة مشهورة دلوقتي بقت في محمد الدرة، لأن إسرائيل بتحاول دلوقتي تقول إن محمد الدرة ما ماتش، ده في محمد الدرة ابن فلان وفلانة، علشان هم خلفوا بعديها واحد سموه محمد الدرة، فحد طلع بالتبخيخة دي. يعني الحكاية على حكاية تسجيل مواليد بعد ما يموت حد دي منتشر عندنا قوي، يعني برضو أنا في نابلس زي ما بتحكي إيمان عن جدتها وكده، بس حكاية إن الاتنين يتسجلوا دي غريبة قوي ومش قادرة أفهم إزاي. وطبعا لا لا، هم ده ما بتسجلوش يعني، فهمتني ما غلط، بس بيتسجلوش، كملي. هو بيأجلوا التسجيل، يعني ايوه، بيسموه نفسه اما يكون بيأجلوا حد التسجيل. مريض مثلا ما ودي إذا يطمنش حد واحد. مات، إذا حد مات يتسجل ويتسجل بعد كده، يعني ما يعني فهمتهاش انا كده. ده برضو وهو طبعا حكايه ان هم حكايه ان هم بيسجلوا الاحداث، يعني شفويا بيسجلوا الاحداث حوادث حياتهم بالاحداث الكبرى، لانه ما فيش، اولا ما فيش علم، ما فيش حاجه متسجله ومتأرخه زي تسجيل المواليد، زي مثلا عندنا برضو سنه الزلزال او انا كنت سفر بارلك، حتى ده بيجي يعني هم حافظين الحاجات دي، بس حقيقي يعني هي بتعدي عليهم، لكن هي دي بيربطوا فيها حياتهم. مثلا في نابلس سنه الزلزال دي يعني ناس كتير متأرخه فيها، يعني في الأفراح يغنوا للناس اللي راحوا، يتحسروا على الناس اللي راحوا في سفر بارلك and so on. على حكاية الختان، أنا شايفة للختان برضو مرادف لأي حدث أو يعني فعل قهري بقهر العادات والتقاليد، يعني لو في طفلة أو حد عروسة بتتجوز والاتنين العائلتين اختلفوا على المهر والشبكة والحاجات دي، هي بتضيع في النص زي ما هو نعمان ضاع في النص في حكاية الختان، يعني ده تسجيل لقهر العادات طبعا بشكل فج رهيب زي ما قالت رغد يعني، لكن هو قهر العادات والتقاليد اللي هم مقهورين فيه، اللي شايلين الراجل، ما هم تعبانين برضه وحاملينه على القرية التانية، وبعدين في القرية التانية وهينتقموا، لما قالوا لهم طب والله تشرفوا قالوا لا ده لازم يتعمل عندنا and so on. فيعني دي قهر العادات والتقاليد. حكاية الجهل أنا اللي قلته كتبته حتى، إن حكاية الفقر بيجيب جهل، وعشان كده الأم لما عدت على المستشفى عشان تروح للشيخ وطردها الراجل البواب عشان ما توسخش باب المستشفى والدكتور يزعل او الممرض يزعل، لكن ما حدش خطر في باله انه الطفل المريض ده اللي هو قاعد يتقيأ ولا ايه يعمل ايه، المفروض يخش المستشفى ويتعالج، وراحت دفعت 10 ريال للشيخ، ما كان ممكن هي معهاش تدفع ال10 ريال في المستشفى يمكن ويتعالج. وبعدين ده من يعني صحيح زي رغد تقول الاحداث لا تمر عليهم، بس الكونتكست كون ان ما فيش تعليم وما فيش طب وما فيش يعني، وحكاية انه ده كان زمان ايه اللي غيره، ده مجال للنقاش تاني. الحاجة التانية بحكاية انتوا بتجيبوا مثلا النكسة
انا اللي شفته حكايه خناقه آل معوض وآل القمص، ما اعرفش اذا بلفظها صح، قمص هي بتبقى او القسيس او كده، انه الخناقه بين عائلتين واتخانقوا وبعدين اتصالحوا بعد نزاع رهيب مات فيه، هو بيقول مات فيه ناس كتيرة قوي ولا حد من آل معوض ولا من آل قمص، بالظبط يعني كده. حاجة كده زي الخلافات السياسية، ما هو يعني طبعا ما زي هو طول الوقت عنده بالظبط هيفضل بس مأساة. بس يعني مش ايوه عارفة أنا كنت هقول، كنت وبعدين قال لي أحلى حاجة حبيتها فيه إنه بجملة واحدة يجيب التاريخ ويجيب الحدث السياسي ويجيب الأسطورة ويجيب الغيبة والنميمة، وكلها في جملة ما تزيدش عن 10 كلمات. أحسنتي. وممكن أجيب من ده أمثلة، أنا ما لحقتش، كنت شغلت النهاردة كنت قاعدة بجيب جمل يعني وما لحقتش، بس ممكن أجيب من ده جمل رهيبة، يعني صحيح، لا رهيب أنا يعني معاكي معاكي. رهيب يعني. ما اعرفش، شوف، مش عارفه افتكر حاجه تانية، لا بس بس واضح طبعا واضح. متعه. انا كنت جايبه معايا، انا طبعا انت بتحكي وانا قاعده احسد رغد وهي بتقول المصور مش عارفه ايه، احنا عايشين في عزله رهيبه، وتغربنا قبل الايميلات، قبل الواتساب ناو، وقبل اي حاجه، فكنا ننزل مصر ونجيب شوية ونقعد فيهم استنى لغاية ما ننزل تاني، فعندنا انقطاع يعني، عارف أنا اللي جبته عندي الحزن يميل للممازحة، لكن ما مش فاكرة إن أنا قريته يعني، فلازم دلوقتي أقراه وبعدين أروح على دايرة شريفتي وكده، شكرا بس متعة يعني، ريلي شكرا متعة. شكرا. طيب منى، انت ما اتكلمتيش كده، يبقى جميل لو نسمع صوتك كمان، يبقى كلنا اتكلمنا. أنا داخلة عشان أقول لكم يعني متشكرة على التقديمة الجميلة للرواية، أنا أصلا داخلة عشان أشوفكم أنتوا هتقدموا رواية زي دي إزاي، أو هتقدموا موضوع زي ده إزاي، فعلا فظيعة جميلة جدا يعني، أنا استمتعت بيه يعني، يستاهل إن أنا ألغي خروجة أولادي النهاردة وإن أنا أقعد بس عشان يا أحضر نهار ابيض. معاكم. أيوه النهاردة الجمعة. طب هات لهم أيوه ايس كريم بقى مني عشان خاطري، عشان ما يزعلوش مني. مش مستنيين طلب، هم أخدوا حقهم ماشي. بس بالنسبة للرواية يمكن أنا أكتر مشهد أثر فيا أو حسيته قوي المشهد بتاع لما كان في مجلس السيدة الجليلة وقاعدين يحلفوا لبعض، فأنا حسيت إن مستجاب بيلخص الحياة اللي بتعمله في الشخص المفعول به في المشهد ده، إنه القدر بيتحدف من إيد واحد للتاني للتالت، بتاع السكر لبتاع لناظر المدرسة لبتاع الفراخ للحمة، وفي الاخر خالص بياخد بقى اللي هي السيده الجليله وهي الزعيمه بتاعتهم تكمل اللعب بالشخص المفعول به، ولما يجي يهرب او يجري على امه وامه بترفضه، فانا حسيت ان ده تلخيص لفلسفه الحياه كلها من وجهه نظر مستجاب في طبعا روايه جميله فظيعه، وشكرا ان انتوا احنا اقترحتوا المتشكرين حاجه زي والله. كده. لا شكرا شكرا. والله يا جماعة، أنا يعني لازم أقول إن أنا سعيدة جدا باللي بسمعه ده. أنت فاكري أكمل قلت أنا خايفة، أنا سعيدة إن أنا ذكرتها وخايفة منها، علشان هي تقيلة جدا زي ما قلنا 92 صفحة بس مختلفة. طويلة جدا. لا تقيلة، لأن كل جملة جاية بحمولة مهولة. صحيح صحيح. فأنا قلت لك يعني يا خوفي إن الناس ما تنبسطش من مستجاب لأن هو تقيل قوي، ودي أول رواية وبتاعي يبقوا ديسابوينتد. فأنا سعيدة جدا باللي بسمعه. طيب دلوقتي احنا في نتاشا شرف عائدها وايمان، انا بستاذنكم بس يبقى بسرعه، اولا عشان نتفق هنعمل ايه المره الجايه، ثانيا عشان انا في الشغل لازم اروح والساعه عندي 9 الا ثلث. فسريعا كده اتفضلي يا نتاشا وبعدين نختم بايمان. أنا كنت عايزة بس أوضح لمها إزاي العيل بيتكتب بيبقى مرتين وثلاثة، هو زمان كان مفيش تطعيمات فكانت الأطفال بتموت، فكانوا بيسيبوا العيل يشوفوه هيعيش لحد سن سنتين ثلاثة، وده حصل، بنت عمتي عملت كده وابنها دخل الجيش سنتين بدري بسبب إن مكتوب على اسم متأخر باسم بقى. الولد اللي كان قبله وتوفى. يا عشان الولد لا اللي قبله. فهمت فهمت. فاهم، فبس هي دي كده يعني، مش صعبة يعني عليهم. بتحصل أوكي صحيح. شكرا لكم. العافية يا إيمان، عايز تقولي حاجة؟
لا غالبا كان نفس توضيح نتاشا، بس كان في هحكي بس لما ذكر موضوع استدعاء الجيش برضو عشان هم 3 نعمان، فمرة كان صغير ومرة فات عليه الميعاد. دي حصلت مع عمي فعلا، بس مش بالشكل ده، يعني بشكل مشابه. وعمتي هي الفكرة في انه لما بيتم تسجيل في المناطق النائية دي او كده، ما بيبقاش هما اساسا ما بيحرصوش على فكرة انه يروح يسجل اساسا، يعني في كتير بدون شهادات ميلاد زي امي اتعمل لها تسنين بعدين يعني. لكن اللي بيحصل ايه مثلا، اللي بيحصل انه بيكون في معونات، في تموين، في شيء معين بيخليه يسجل، مثلا حد طفل ما في مصلحة ما بتخليه يروح يسجل. لو ما فيش مصلحة فما بيحرصش الا مثلا حد معدي، الموظف بيعرفه اساسا من نفس المكان، فبيقول له والله ايه مبروك فلان، فبيقول له انا سميته ايه، فبيقول له خلاص انا سميته فلان، فالموظف ده ايه بيروح يسجل الاسم، يعني عارف انه ده فلان وجاب الولد اسمه فلان كده يعني، هو ماشي يعني. بالنسبة لحكاية الجيش دي، يعني مثلا انا هديك مثال، عمتي اسمها انتصار، فهو انتصار عشان 56، واللهجة في سينا بيقولوا انصار ما بيقولوش انتصار، فالراجل سمعها، فالراجل طبعا مش متعود على اللهجة فسمعها نصار، فهو فعلا سجلها نصار واستدعيت للجيش، اضطروا يعملوا شهادة وفاة. مش وكانت ممكن. قصة، والله كانت قصة كده. وعمي التاني تسجل بأمه، يعني هو جدي متجوز 2، فتسجل يعني هو جاب ولدين وبينهم سنة أو سنتين مش فاكرة، فهو كل واحد تسجل باسم أم التانية، يعني بتحصل لخبطة كتير، يعني ده تسجل باسم التاني على إنه كبيرها، فلما فحصل انه اخذ اعفاء على انه كبير لان هو الكبير لامه، والتاني ده ما بقاش كبير لامه اللي هو المفروض اساسا هو في الطبيعي كبير لامه يعني، لانه تسجل باسم الايه الست الاولى. فبتحصل الحاجات دي كتير يعني، وفين لما تشرح بقى وتفهم وما فيش انسان. فاللخبطات دي بتحصل فعلا يعني كتير في المناطق اللي هي المهمشة والقرى والنائية، لأنه ما فيش خدمات، يعني أقدر أقول لك إن هي أو مكاتب أو كده منتشرة ومش زي دلوقتي يعني، فصعب مش سهلة، الناس ما بتروحش المشوار ده، ومفيش وسائل مواصلات، ما فيش يعني، الموضوع بيبقى صعب. مفهوم، شكرا. طيب يا جماعة أنا هوقف التسجيل بعد إذنكم، وبعدين نتكلم في هنعمل إيه المرة الجاية. شكرا يا أكمل على أول رواية. لا في حبيبتي.